Bismillah al-Rahman rahim Action back six. Sixth grade, the activity Activity Book 10 to Page 14 Please my students be fine and do your best to share me We have read and complete اقرأ وأكمل اقرأ هاي الريدنج باراجراف أو باراجراف فقرات القراءة أكمل هاي التابل الموجودة إنه هون وأكمل إنه بدنا نكتب الأنسرز للكوستشنز اللي موجودة الانسرز. الإجابات حب أدردش معك شوي بالعربي في ناس بس نحكي كلمة حقيقة وين بروح ذهنهم؟ للحقائق الكبيرة والحقائق الكونية والحقائق العلمية للأشياء الكبيرة زي إن الشمس بتشرق من المشرق أو بتغرب من المغرب أو إنه الخشب أو الأجسام الخفيفة تطفو على سطح الماء إلى آخره لا الحقائق كلمة كتير أبسط من هيك أشياء كتير بحياتنا بتكون حقائق زي شو ممكن مثلا احكي انا بسكن بالعقبة هي حقيقة بسكن بالعقبة يعني لو حدا رأيه اشي تاني ما بتتغير اني انا بسكن بالعقبة for example بدرس بالمدرسة الفلانية مثلا انا بدرس بمدرسة ضاحية الامير حسن او المدارس الريادية انا بدرس أسمي اسم المدرسة اللي أنا بدرس فيها هاي حقيقة ما إلها دعوة ما إلها دعوة بالآراء إحنا شو الأشياء اللي بخلطوا بينها حقائق وآراء يعني لو واحد رأيه تاني أو رأي تاني ما بيمنعني أنا أدرس بالمدرسة مثلا مدرسة ضحية الأمير حسن مدرسة ملوكة صح؟ أنا بملك ثلاث أقلام لو حدا له رأي تاني ما حدا رح يقول لي لأ أربعة خلص حقيقة شوف كيف حقائق بسيطة كل كلمة أنا بملك إشي هي حقائق أنا بملك إشي حقائق أنا بملك قلم بملك قلمين بملك كتاب بملك كتابين أنا عندي صديق عندي صديقين عندي ثلاثة أنا عمري 11 سنة عمري مليون سنة هاي حقائق لو حدا له رأي تاني ما بتتغير الحقيقة يا جماعة فاهمين علي كيف أو أحكي يوجد يوجد ثلاث كتب في حقيبتي يوجد أو هنالك يوجد أو هنالك يوجد قلم على الطاولة يوجد أو هنالك بغض النظر الإشي إفراد أو جمع هاي حقائق شفت أديك كلمة حقيقة بسيطة متى الأراء الأراء لما بحكي إشي حلو إشي بشع هاد إنسان عظيم لا هاد إنسان مش عظيم إنه بيختلفوا فيه اثنين صح؟ يعني ممكن أشياء أنا أستلطفها وأشوفها كتير حلوة غيري ولا يستلطفها ولا يشوفها كتير حلوة هاي إيش بتعتمد على الأراء أو على وجهات النظر اتفقنا يا جماعة ممكن أحكي عن هذا الشخص انه the best الافضل واحد تاني يحكي لي هو شايفه من جانب يمكن اتصرف معاه بطريقه حلوه فقال عنه هو او شايف منه الجوانب الحلوه لانه هو يحبه شايفه هيك احكي هذا افضل واحد إنتي بيست واحد يحكي له تاني لا انا شايفيته the worst الاسوا مثلا ليه يمكن هو شايف منه مواقف سيئه فبختلفوا فيها اثنين دايما الاراء بيختلفوا فيها مش ضروري انه الشخص اللي حكى عنه سيء او الشخص اللي حكى عنه منيح مثلا انه هون يكون صح او هون يكون صح خلص كل واحد هيك شايف صح يمكن واحد تالت له راي تالت فدايما الاراء اللي بيختلفوا فيها الاشخاص الحقائق اللي ما بتحتمل انه يختلف فيها حدا ممكن احكي انا البارحه زرت المكان الفلاني أو رحت على المكان الفلاني رحت على السوق أو عملت أو تسوقت with my mom مثلا for example هاي أشياء ما إلها دعوة بالآراء ما حدا بيجي بيحكي رأيه فيها أو ببدي رأيه فيها خلص هاي أشياء حقيقة بالرغم إنها سهولة سهولتها بس هي حقائق اتفقنا كلمة يوجد أو هنالك حقيقة أنا عندي أو بملك كذا كذا أو ما بملك كذا كذا هاي حقيقة أنا بسكن بالمكان الفلاني هاي حقيقة لما بتحكوا عن أعماركو هاي حقائق تعرفوا كمان شو في اشي اسمه حقائق الفيلينجز حقائق يا جماعة الفيلينجز المشاعر حقائق لما باجي بحكي بحب اشي او بكره اشي انا بحب مثلا القصص البوليسية هاي حقيقة اتفقنا الاراء حكيت الاراء اللي بيختلفوا فيها اثنين بيختلفوا فيها اثنين شو رايكم نفهم الفكره according to the paragraphs هي اياها برضو كالعاده على الدفتر بطريقه ان شاء الله يا ربي بتمنى انها تكون سهله عشان ما تحكوا الفكره صعبه بي في عنا طلع الجمله الاولى شايفينها هون خيشيها we've we've يعني we have we've we have just we've just been to أكبا traditional أرتس فيستيفال هاي أول جملة موجودة عنا هون طالبين منا طبعا نطلع الجمل اللي هون إشي بدنا نصنفه opinion يعني رأي according to your opinion وفي إشي بدنا نصنفه إنه هو حقيقة ماشي بس لما بنحكي كلمة رأي إيش أخذت إشي بالرأي إذا بتتذكروا أنا وياكو لما كنا نحكي I think أنا أعتقد I think أنا أعتقد I believe أنا أعتقد أو أؤمن إيماني بشيء أو عدم إيماني فيه بحتاج لرأي اعتقادي بشيء إنه صح أو خطأ أو بيعتمد على opinions أو آراء اتفقنا مثلا We've just been to traditional arts festival خلينا نتفق أول إشي على الزمن بحب هيك نمر على عن, عن الزمن مرور الكرام في عنا إشي اسمه جاست just أوريدي already يا جماعة لهم قصة just أوريدي already معناهم للتو ما في يعني هم عبارة عن إشي حصل لدرجة إنه الإفكتس الآثار اللي إله أو الريزالتس بتكون إيش مالها لسه موجودة just to already just أو already just to already من الإنديكيتورز تبعين اللي present perfect من إنديكيتورز أو من مفاتيح اللي present perfect المضارع التام اه كيف شكل المضارع التام او الفورم يلا نتعرف عليه مع انه في فيديوز على المضارع التام ارجعوا له ارجعوا للازمنه بشكل عام ان جنرال بريزنت بيرفكت هاز وهاف وثالثه وين البيرفكت بالموضوع الفعل اللي حاله ثالثه اللي بيكون قبله الهاز او الهاف مين بيحب الاس عشان نشوف شو علاقتهم بالفاعل الهاز مع الهي والسي والات والاسماء المفرده والhave مع they واليو والوي والاي والblue نوز أو الأسماء الجمع اتفقنا برضو نعرف كيف النيجيشن اللي إلو has not have not لو بدي أنفيهم has not have not سؤال الهاز قبل الفعل الهاب قبل الفعل سمعناهم معناهم هل نرجع هون we have just أو جاست بين تو أقبا بين to أقبا أقبا اسم مكان أقبا Traditional أرتس فيستيفال مهرجان الفنون حلو مهرجان الفنون التقليدي بالعقبة مهرجان العقبة مهرجان العقبة تراديشنال تقليدي arts فنون يعني فنون تقليدية شيك اتفقنا صفة واسم اسم وصفة قبله صح لما بتشوفوا كلمة هون بي بتعرفوا شو معنى بي أساسا بي يعني بكم وبي كمان معناها يصبح معناها يكون شو معنى بي يكون يعني عمرك كنت بمهرجان العقبة للفنون التقليدية أحط لكم معنى أضبط إلها عشان تزبط الترانسليشن بدل ما أحكي عمرك كنت ما بقدر أحكي عمرك visited زرت أو gone ذهبت نفس المعنى شوف كيف الترجمة ما أحلاها بتصير we have just been يعني نحن زرنا we have just gone يعني نحن ذهبنا إذا هون جاي بمعنى بين معنى gone or visited كنا يعني إيش؟ gone يعني ذهبنا أو visited أو زرنا اتفقنا يا جماعة طيب كمان مرة we've just been to نحن كنا وين أو ذهبنا وين to أقبا traditional arts festival لمهرجان العقبة اللي هي للفنون التقليدية هاي حقيقة ولا رأي حقيقة احنا زرنا المكان الفلاني واحد بده يجي يحكي لا والله من رأيي انتو ما رحتوا على المكان اللي. لا اكيد ما, ما بتحتمل او ما بختلفوا عليها اتنين ما بختلفوا عليها اتنين هاي حقيقة بقدر اجيب الجملة هاي كلها واحطها بالتيبل تبع الحقائق اتفقنا يا جماعة فهمتوا كيف الفكرة سهلة كتير كتير إذن كمان مرة بقدر أجيب الجملة هاي كلها وين أحطها في التيبل تبع الحقائق هاي We've just been to Aqaba traditional arts حقيقة كمان لما منحكي there is يوجد أو هنالك للمفرد أو لغير المعدود لأن كل غير المعدود نعامله هو معاملة الإفراد there are يوجد أو هنالك للجمع okay. الماضي من there is كان هنالك there was الماضي من الار أو الباست من الار are there were إن هاي كلها الجمل اللي بتحمل كلمة there is و there are و was و أنها حقائق فاكت كلها حقيقة يوجد اوكي okay. سواء كانت بالبريزنت او بالباست سواء كانت بالافراد او غير المعدود او بالجمع والcountable المعدود سهل ولا صعب اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا اذا ذير ار وذير از وذير واز وذير وير في عندنا جملة عندهم بالبراجراف there were lots of stalls and different crafts كان هنالك كثير من الاكشاك المحلات اللي بيبيعوا فيها ان ديفرنت كرافتس ات ذا فيستيفال بيحكي عن المهرجان المهرجان العقبه في كان كرافتس اللي هم الحرف مختلفه اكشاك في حرف مختلفه في المهرجان وير فرام جوردن من الاردن من الاردن فرام جوردن from Palestine, from Egypt, from زائد أي اسم مكان أو اسم دولة، هاي حقائق ما إلها دعوة بالآراء كمان بزيادة، كان هنالك كثير من الأكشاك and different crafts الحرف المختلفة أتي دي فيستيفال في المهرجان، كان هنالك where كانت من وين؟ from Jordan من الأردن، from زائد البليس كلها حقائق سهلة هاي الجملة برضو من البراغراف تبع الريدينج هاي تركت هاي احذروا ليش تركت انها عظيمة هاي رأي او انه كان عظيم هاي رأي واحد شايف اشي عظيم التاني شايفه مش عظيم عادي هاي اراء اللي بيختلفوا عليها اتنين يمكن واحد حضر المهرجان وما اعجبه ما حكى عنه it صح ذي او حدا شافوا انه مش قدرت شافوا نورمال عادي صح ولا لا طب ذير وير كان هنالك lots of stalls كثير من الاكشاك and different crafts الحرف المختلفة هاي حقيقة برضه بقدر اجيب هاي الجملة واكتبها عند الحقائق لو بدنا بننش... نصنفها بنصنفها بوين لا كلاسيفاي معناها يصنف classification اللي هي the noun. Okay؟ إذا حكينا there is و there are or there there is و there are or there was or there were كان هنالك كثير من الأكشاك and different crafts حقيقة طب نشوف الجملة اللي بعدها لكم ياهم على الدفتر The mosaic stand stand الموزيك جزء القسم 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 اللي فيه الموزيك، there were كان هنالك طلع رجع there were كان هنالك lots of different colored mosaics كثير من different colored mosaics الفسيفساء الكلارد الملونة حقيقة حقيقة كان هنالك. فسيفساء ملونة بقسم المزيج ولا إلها دعوة بالآراء قطعيا ماشي بقدر أصنفها وين الحقائق هون نشوفها هون على الكتاب on the mosaic stand there were lots of different colored mosaics حقيقة كمان جملة My mom bought a small mosaic for our house الماما اشترت small فسيفساء صغيرة for our house لبيتنا لمين؟ لبيتنا ليش حكى أول إشي our house اللي هو I and my mom أنا وماما we ملكيتنا our house okay my mom bought ماما اشترت انا اشتريت صديق اشترى انا بعت هاي حقائق لها دعوة بالاراء شو انا اشتريت او شو انا فقدت او شو أنا... على شو انا حصلت ما لها دعوة بالاراء هاي كلها حقائق كلها ايش حقائق اذا هي بصنفها لوين ماي مام بوت طيب what's the... the present from بوت باي باي يشتري باي يشتري the past is bought اشترى هاي simple past فكرة الزمن حقيقة ولا ولا رأي؟ opinion أكيد إنها حقيقة شو اشترينا شو بعنا على شو حصلنا على شو فقدنا هاي كلها إيش مالها؟ ما إلها علاقة بالآراء كلها حقائق هاي ماي مام بوت اشترت ماما موزيك فور أور هاوس لبيتنا. It's great. It was great هنا وهي حكاها كمان بالبرزن. هاي اوبينيون هاي بقدر احطها هون هاي هم كاتبين لنا عليها اكزامبل الاشياء عظيم هاي لها دعوه بايش بالاراء يمكن في ناس مش شايفينه عظيم شايفينه نورمال عادي صح ماي سيستر مريم لايكد ذا جولري حكيت كل المشاعر حقائق شو انا بحب شو أنا بكره هاي حقائق صح المشاعر اللي أنا بحكيها عن نفسي أو بعرف إنه مثلا ماي سيستر اللي إلي بتحب شو بتكره شو ما إلها دعوة بالأوبينيون ما حدا بيختلف خلص هي بتحب أو بتكره شي إز فري صح هاي إلها دعوة بشو بالفاكتس بقدر أصنفها وين هون شو هي حبت أو شو كرهت إلها دعوة بإيش؟ بالفاكس بالحقائق برضو عاملها على الدكتور بطريقة سهلة لكم الفيلينجز المشاعر حقائق شو بنحب وشو بنكره حقائق my sister مريم liked the jewelry my sister مريم بتحب المجوهرات she liked the traditional dresses with long sleeves بتحب اللباس أو الملابس التقليدية with long اللي بأكمام طويلة بأكمام طويلة long sleeves لونج طويل اللي هي adjective sleeves الأكمام النون اللي إلها تحب جولاري المجوهرات أي حدا شو بحب شو بيكره هي عبارة عن حقائق عادي بقدر أصنفها وين عند الحقائق أو عند الفاكت سهل إن شاء الله هاي كمان رجع يحكي لنا ذير وير سكارفز اوشحه بتعرفوا بايش اوحت لي يا جماعه اوشحه انه في عنا بالانجلش جموع شاذه انتوا دائما أكتر إيش شو اللي بتعرفوه ابوك بوكس كتاب كتب أبين بنز قلم حبر اقلام ابنسل بنسلز قلم رصاص اقلام رصاص a country countries بلد بلدان بس في جموع شاذة ما بتتحول للبلورة بالطريقة هاي بس هم كتار طبعا بس هلا هيك اللي اللي حسيتهم كتير مألوفين بالنسبة لكم رح يكونوا سكارف وشاح سكارفز أو شحة هيها مرت معنا بالبرغراف على فكرة في ناس بيحكوا لي التيتر اللي إنا بالمدرسة شرح لنا هاي اللي هاي الصفحة بخمس دقايق انه انا يعني باخد فيها وقت كتير ما بحب اني انا اعطيكم اياها بطريقة انه ما اناقش كل موضوع مثلا بالازمنة اللي موجودة داخلها او تكون مثلا الصفحة مليانة معاني كتير حلوة عن جد بحب تحفظوها بحس انه خلص ما لازم انه انا اضيع الكلمات الحلوة اللي فيها او الصفات الحلوه اللي فيها او كيف أنتو تعرفوا تطلعوا او تستخرجوا الايجابي لحالكم احنا معانا وقت كافي ان احنا نشرح باريحيه اكثر من ال... من حصه المدرسه ماشي احنا عنا حريه بالوقت اكثر اوكي ويمكن في كمان هدوء اكثر هلا سكارف وشاح سكارفز او الشحاء اللي هي الجمع A loaf of bread رغيف خبز Loaves الأرغفة A wife زوجة Wives زوجات A leaf ورقة شجر Leaves أوراق شجر A wolf ذئب Wolves ذئاب A child طفل Children أطفال وكمان أخذنا أمان من قبل فترة و a woman women و a policeman policeman a police woman police women شرطيات And so on. Lots of people كثير من الناس were at the festival كانوا بالمهرجان with their families وين الأوبنيون فيها أصلا يعني ولا فيها آراء بالمرة كثير ناس كانوا بالمهرجان مع عائلاتهم حقيقة There is also water festival in Aqaba. يوجد هنالك كمان في مهرجان خاص بالماء شو دخل العقبة بالماء لانه فيها الريد سي بتعرفوه ولا ما بتعرفوه فيها البحر الاحمر صح there is also يوجد ايضا a water festival مهرجان المياه إن أقبى هاي حقائق كلها بنقدر نصنفها في قائمه او التابل الخاص اللي هي بالحقائق in my opinion حسب رايي طبعا هاي بنعتبرها فيها اوبينيون انا اعتقد او اي بليف هاي راي جريت عظيم بيوتيفول جميل هاي كلها الها يعني الها علاقه بالاوبينيونز والاراء جود بيتر ذان ذا بيست ذا بيست اللي جود جيد بيتر ذان افضل من ذا بيست الافضل باد سيء ورس ذان ذا ورست الأسوأ هاي كلها الها علاقه بشو كلها اراء سهل We've just been to Aqaba Traditional Arts Festival. إحنا كنا أو ذهبنا للعقبة Traditional Arts Festival. هاي حقيقة. It was a great opinion. إنه عظيم opinion رأي. Right? There were كان هنالك كثير من الأكشاك stalls and different crafts. حقيقة. All the crafts كل crafts أو ال أو الحرف اللي موجود هناك at the festivals were from Jordan من الأردن حقيقة. Fact. On the music موزايك ستاند اللي بقسم موزايك الفسيفساء there were lots of different colored موزايك كان كتير في موزايك ملون مختلف حقيقة my mom اشترت أو باعت حقيقة my mom bought a small اشترت small موزايك فسيفساء صغيرة for our house حقيقة it is great opinion رأي إنه عظيم my sister مريم liked حبت أو كرهت حقيقة jewelry المجوهرات she liked أحبت the traditional dresses اللي هي الفساتين أو الملابس التقليدية with long sleeves بأكمام طويلة حقيقة شو اشترت حقيقة شو أحبت حقيقة there were كان هنالك scarves اللي هي الأوشحة تو أيضا حقيقة كان يوجد they were very beautiful جميل أو مش جميل هاي opinion هاي opinion lots of people كثير من الناس were at the festival كانوا في المهرجان with their families مع عائلاتهم حقيقة كانوا مع عائلاتهم فيش فيها opinion there is also يوجد أيضا water festival مهرجان الماء في العقبة حقيقة I'd like to go to عقبة بحب أروح على العقبة أو على على مهرجان الماء اللي بالعقبة one day ما لها دعوة بالأراء I'd like to go to Aqaba بحب أروح على العقبة traditional arts festival مهرجان الفنون التقليدية أيضا In my opinion لما أحد بيحكي in my opinion خلاص it must be followed by opinion لازم تتبع ب opinion It's the best festival in Jordan أفضل أفضل أو أسوأ إلها دعوة بالآراء Okay هون I hope you are well أتمنى أنكم تكونوا بخير وأنا كمان I hope you are well my students See you soon أراكم قريبا إبراهيم، إبراهيم اللي هو مين؟ الرايتر اللي كتب. اللي كتب اللتر هي رسالة لأنها. رايت آنسرز، اكتب الإجابات أكوردينغ. وير هاز إبراهيم بين؟ وين؟ جن يعني هي هاز بين تو أكبا تراجيشنال أرتس فيستيفال. تو أكبا تراجيشنال أرتس فيستيفال في مهرجان العقبة. وير وير ذا كرافتس فروم؟ من وين كانت الكرافتس؟ فروم جوردن. From when? From Jordan. Which festival would Ibrahim like to go one day? أي مهرجان بحب يروح عليه one day؟ هلا كتبناها هون بآخر البراجراف. أكبا Traditional Arts Festival. مهرجان الفنون التقليدية اللي بالعقبة. Arts Festival. would you like to go to the traditional art festival why why not بتحب تروحوا هناك على المهرجان الفنون التقليدية yes I would أنا بالنسبة لي according to me yes I would طب why because I like a traditional crafts I like traditional crafts sorry لأنبدأ للأ الـA الـA للفستيفال الإفراد traditional arts أو crafts الحرف التقليدية أو الفنون التقليدية إذا إيش إيش ممكن أحط الإجابة ليه أنا بحب I like traditional arts I like traditional crafts بحب الفنون التقليدية بحب الحرف التقليدية Okay Would you like هاي hey, according to you الإجابة to go yes I would like to go why because I like traditional arts I like traditional crafts. سهلة. هاي الإجابات هون. Now thank you for your listening and have a nice day.